نيجي قضايا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق التي لا ولن تتوقف. النهارده كان في قضيه قدام محكمه جنح النقد، وتم فيها حجز التعليق المقدمين من السيد مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق على خلفيه التهمه بسب وقصف محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لجلسه 10 فبراير للحكم. وزي ما قلنا امبارح ان في ارصد ودن، في حاجات هتبقى سريعه الفتره الجايه، هذه هيبقى في احكام يوم 10 فبراير. المحكمه النقد نفسها في وقت سابق ايدت حكم حبس المتهم سنه مع الايقاف لكبر سنه، وايدت حكم حبسه شهر، وتم ترحيله سجن وادي النطرون حيث قضى العقوبه وتم عزله من رئاسه الزمالك بحكم قضائي. المحكمة في وقت سابق رفضت 4 طعون أخرى قضى فيها بتغييم المتهم مرتضى منصور 15,000 جنيه عن كل قضية، وصارت الأحكام نهائية باتة لصالح محمود الخطيب ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي. كان في مذكرة مقدمة من نيابة النقد، رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم حبسه لمدة 6 أشهر بتهمة سب وقصف موظفة بالجهاز المركزي المحاسبات. لسه القضية شغالة، لأن في بعض الناس كانت بتقول في تعليقات إن القضية خلصت الصرف. تقدم مرتضى منصور بالطعن رقم كذا كذا لسنة كذا في حبسه واجب النفاذ، إلى أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن. النيابة بتؤكد إنه يجب تسليم نفسه للأمن أو للمحكمة في أول جلسة لنظر الطعن، وأول جلسة هتكون يوم 17 فبراير المقبل. إذن السيد مرتضى منصور مطلوب منه يكون يوم 17 فبراير المقبل أمام المحكمة.